بمناسبة عيد الطالب 67 19 ماي، أتقدم بأحر تهانية للطلاب الجزائريين، كل الطلاب، طلاب الذين صنعوا تاريخ الجزائر، الذين تركوا المدرجات والمدارس والمخابر والتحقوا بإخوانهم المجاهدين من أجل أن تستقل الجزائر، وبالفعل استقلت الجزائر. إذن هنيئا لأصدقائي الطلبة، أقول أصدقائي الطلبة هنيئا لهم بعيدهم المبارك، هنيئا للجزائر الجديدة بهذه القوة الهائلة المتكونة من 1,700,000 طالب في مختلف الميادين والشعب والتخصصات. هنيئا لهؤلاء الطلبة الذين ينتشرون عبر مدرجات 112 مؤسسة جامعية. هنيئا للجميع، هنيئا للأساتذة، هنيئا للعمال، وهنيئا لكل الجزائر الجديدة.